السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلب السنة الرابعة علاج طبيعي، بنستكمل محاضراتنا في اللي هي الميكانيزم اوف انجري. الميكانيزم اوف انجري طبعا هي عبارة عن تروماتيك امباكت، يعني التأثير اللي هي الضربة. تأثير الضربة يا إنما الضربة بتعمل لي كومبريشن، أو الضربة بتعمل لي بنتريشن اختراق، أو هي عبارة عن هايبر فليكشن، او عباره عن هايبر اكستنشن. طبعا نتيجه اللي هي الانجري هذه ممكن اللي هي الفيرتبرال بادي يحصلها فراكتشر او يحصلها سبلكسيشن، وفي كلا الحالتين سواء فراكتشر او سبلكسيشن هيكون في هناك اللي هي انجري للسباينال كورد. فهنشوف مع بعضنا اللي هي الميكانيزم اوف انجري اللي بيحصل فيها انجري للسباينال كورد. اول ميكانيزم عندنا هنا هوت والموست كومون اللي هي سيرفايكال فليكشن روتيشن انجري، يعني بنلاقي اللي هي النيك حصل فيها فليكشن معاها بلس اللي هي روتيشن. وهذه طبعا الاكسيدنت هاي اللي ممكن تكون نتيجة اللي هي التروما او انجري فروم رير، يعني من الخلف يكد ممكن يحصل اللي هي الانجري او نتيجه اللي هي فولينج داون. الانجري هنا هوت في اللحظه هاي هنلاقي انه اول ما بيصاب الا اللي هي البستيريو سباينال ليجامنت هيحصل فيها رابتشر. اذا هنا هوت البستيريو سباينال ليجامنت هيحصل فيها فراكشر نتيجه هذه الانجري او الامباكت. هذه تروما هنلاقي انه اللي هنا هوت طبعا الميكانيزم بتاعتها عباره عن سيرفايكال فليكشن اند روتيشن. هنلاقي هنا هوت حصل ديسبليست في الابر موست فيرتبرا، الفيرتبرا اللي فوق هذه حصل فيها ديسبليست اوفر ذا وان بيلو، هذه اللي هي الابر فيرتبرا هيحصلها ازاحه على الفيرتبرا اللي هي تحت منها. upper most vertebra displaced over the one below. بالإضافة إلى أنه هنا هوت هيحصل اللي هي rupture في ال intervertebral disc هنا هوت، وأيضا هيكون هنا هوت المنطقة هذه اللي هي هيحصل rupture اللي هي ال anterior longitudinal ligament، تمام؟ وهينتج نتيجة اللي هي الانجري هذه اللي هي ما يعرف اللي هي transverse section of the spinal cord، يعني قطع عرضي في اللي هو السباينال كورد. مرة تانية نقول الميكانيزم الفيرست والكومن اللي هي ميكانيزم اللي هي cervical flexion and rotation اللي هيحصل نمرة واحد انه rupture في البوستيريو سباينال ليجامنت، displaced of the uppermost vertebra over the one below هنا هو هتصير ازاحة لقدام، ثم rupture of the intervertebral disc هنا هو، ثم rupture of the anterior longitudinal ligament، وحيديني طبعا اللي هي spinal cord injury اسمه transverse spinal cord section. transverse يعني اللي هي إزاء عرضي. هذا الميكانيزم الأول. الميكانيزم الثاني اللي هو عبارة عن hyperflexion. hyperflexion طبعا يعني الحادث اللي بيصير انه اللي هي رير امباكت رير تروما، يعني من الخلف نوت خلف الرقبه بيصير اللي هي حادث سواء سياره حد خبط الشخص هذا من رقبته من الخلف. لحظتها هنا هوت الهايبر فليكشن هنا هوت هيصير انه هنا هوت زي ما بنطلع هنا هوت هيحصل حاجه اسمها اللي هي وجد فراكشر اوف ذا فيرتبرال انتيرور، هنا هو وجد فراكشر او انتيرور كومبريشن فراكشر اوف ذا فيرتبرا انتيرور، يعني هنا هو صار فراكشر كومبريست مضغوط هنا هو. طبعا بالاضافه الى انه هنلاقي فيه هنا هو صار قطع هنا هو لي اللي هي الانتيريور سباينال ارتري،
الارتري اللي هو الشريان بتاع السباينال كورد الامامي هذا هيحصل له سيفير رابتشر، سيفير يعني رابتشر ذا انتيريور سباينال ارتري، وبالتالي هذه هيديني اللي هي ما يسمى incomplete anterior cord syndrome، يعني متلازمة اللي هي الشريان الأمامي للسباينال كورد اللي هي بتدين اللي هي عبارة عن incomplete spinal cord injury. ونتيجة هذا الميكانيزم اوف انجري اللي هي هايبر فليكشن اوف انجري هيحصل عندي اللي هي هنا اهوت stretching of the posterior longitudinal ligament stretch، لكن الليجمنت هنا لا يزال intact لا يزال سليم، اذا هيحصل stretching of the posterior longitudinal ligament هنا، وهذا طبعا ميكانيزم as a result of what of hyperflexion injury اللي هيؤدي لي الى اللي هي injury او اللي هي severe anterior spinal artery اللي هي بتديني incomplete anterior cord سندروم. هذا اللي هي الميكانيزم الثاني. الميكانيزم الثالث اللي هو عبارة عن هايبر اكستنشن انجري. هايبر اكستنشن انجري يعني الإصابة مش من الخلف من هنا من ورا اللي هي السيرفايكال، لا المرة هذه اللي هي الانجري هتكون انتيرور، وهاي الانجري الهايبر اكستنشن انجري بتحصل في الناس كبار السن، لما بيحصل انه البيشنت هذا الكبير السن انه بيحصل فولينج داون، دقنه بتبقى هنا اهوت، التشن بتاعته هنا اهوت، لما بيقع على التشن هنا اهوت على حاجه ثابته على طاوله اي حاجه قدامه هيك وقع والتشن هنا اهوت دقنه هنا اهوت هيحصل ايه؟ الراس هتلاقيه صار هايبر اكستند لورا، يعني الاصابه من الانتيرو من هنا اهوت، يبقى لحظتها اول ما بتاثر هنا اهوت اللي هو الانتيرو لونجيتودينال ليجمنت هيحصل له ايه؟ رابتشر. اذا رابتشر اوف ذا انتيرو لونجيتودينال ليجمنت، وايه كمان هنا اهوت رابتشر وات شو بيصير ايه؟ تمزق لمين؟ للانتر فيرتبرال ديسك، رابتشر اوف انتر فيرتبرال ديسك بالاضافه ل اللي هي رابتشر اوف ذا لونجيتودينال ليجمنت. لذلك هنا اهوت نتيجه الهايبر اكستنشن السباينال كورد هنا اهوت اهو السباينال كورد هيحصل له كومبريشن في القناه بتاعته السباينال كانال، هيكون السباينال كورد كومبريست بتوين اللي هي الليجامنتا فلافام، الليجامنتا فلافام ليجامنت اسمه الليجامنتا فلافام انسايد ذا سباينال كانال، واللي هي الفيرتبرال بادي، يعني هنا اهوت في الحته هذه بالذات السباينال كورد حصل له كومبريشن اللي هي نتيجة ايه؟ الهايبر اكستنشن اوف ذا نيك، هايبر اكستنشن انجري، وهذه بتحصل في الناس الكبار نتيجة اللي هي الفولينج، وانه اللي هي التشن بتاعته اللي هي اصطدمت بحاجة ستيشنري اوبجكت اللي عملت لي هايبر اكستنشن اللي هينتج عنها اللي هي كومبريشن اوف ذا سباينال كورد هنا هوت بالذات بتوين اللي هي الليجامنت اوف لافا، هي الليجامنت اوف لافا واللي هي ايه؟ الفيرتبرال بادي هنا هوت في الحتة هذه زي ما احنا شايفينها اللي هي النارو اريا، النارو اريا المنطقه الضيقه. هذا الميكانيزم اللي هي الثالث. الميكانيزم الرابع اللي هو عباره عن كومبريشن انجري، كومبريشن انجري. الكومبريشن انجري طبعا يعني ما هياش لا من الباك من هنا الباك اوف ذا نيك مش من خلف الرقبه، ولا هي من الانتيرور part of the neck هنا هوت زي ما حكينا في الأسباب السابقة، بل مرة هذه نتيجة اللي هي الكومبريشن انجري، يعني الفورس الامباكت التروما جاية من الفورس من فوق من هنا هوت، وهاي بتحصل مع الناس اللي هم يا بسقطوا من علو بقع فوق راسه هيك، يا إنما الناس اللي هي بتعمل دايفنج يعني اللي هي بتغطس، لما بغطس وراسه بينزل في المي في الميه بيضرب راسه في الميه فبيحصل كومبريشن فراكشر انجري ضغط يعني هنا هوت تمام، فهيعمل لي هنا هوت الفرتبرا هنا هوت هيحصل فيها ايه اللي هي بون فراجمنتس، يعني العظم هنا هوت هيتكسر جزيئات زي ما احنا شايفين هيتكسر تمام، اذا هنا هوت بالاضافه للبون فراجمنتس بنلاقي هنا هوت اللي هي ايه
الاند بليت بتاعت الفرتبرا حصل فيها فراكشر. الاند بليت هاي الاند بليت هذه بيحصل فيها اللي هي فراكشر، فراكشر اوف ذا اند بليت، فراكشر اوف ذا فيرتبرال بودي في شكل بون فراجمنتس. وايضا كمان من الفيرتبرال اند بليت هنا اهوت هنلاقي انه اللي هي النيوكلاس بالبوزز الموجوده في الانتر فيرتبرال ديسك هنا اهوت نيوكلاس بالبوز هتتحرك الى اللي هي الفيرتبرال اللي جنبها لفوق. اذا هنا اهوت movement of the nucleus bulbosus الموجودة في الانتر vertebral disc بعد ما اتكسرت ال vertebral end plate ال nucleus bulbosus will move into the vertebral body. هنا هوت هتلاقيها اجت في ال vertebral body هنا هوت تماما. ثم بعد هيك زي ما احنا ملاحظين هنا هوت اللي هي ال posterior ligament هنا هوت هيحصل له stretching تمام. هذه اللي هي الكومبريشن انجري اللي بتحصل نتيجه اللي هي السقوط للراس او يعني سقوط الشخص على راسه او في خلال عمليه الغوص تمام، بيحصل معها كومبريشن اند فليكشن تمام. فهاي اللي هي الميكانيزم الرابع عباره عن كومبريشن انجري بيعمل اللي هي ايه بون فراجمنتس فراكشر ان ذا فيرتبرال اند بليت واللي هي نيوكلاس هنا اهوت بالبوز ويل موف ان ذا vertebral body هنا اهوت تمام. واللونجيتودينال ليجمنت هنا بيحصل له ستريتشنج ما بيحصلوش اللي هي سيفير او كات لإله. هيك بنكون خلصنا او ناقشنا اللي هي اربع اللي هي الاسباب او ميكانيزم اللي هي عباره عن اللي هي فليكشن وذ روتيشن ثم هايبر فليكشن ثم هايبر اكستنشن ثم اللي هي كومبريشن انجري. هذول اللي هي الميكانيزم اوف انجري لازم احنا يعني نعرفهم كويس عشان نعرف ايش اللي صار مع البيشنت. شكرا لكم طلاب سنه رابعه، وهيك بنكون ان شاء الله خلصنا اللي هي الميكانيزم اوف انجري اوف ذا سباينال كورد. شكرا لكم طلبه سنه رابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الدكتور محمد السلطان.